اللعبة الكرة جدو الدراجي، الدراجي يستلم، الدراجي يدور ويسدد، الله جول يا كبير يا دراجينيو، هو الذي يفتتح أول أهداف اللقاء. نعم مثل ما ذكرت الفنان فنان، واحدة من باب الجديد عبر مرمى أو عبر معبر صقور برزان في شباك الإخراطيات مباشرة، ما يحتاج وقت 20 دقيقة فقط تكفي لإصابة الملقب بدراجينيو لينضم إلى صفوف صقور برزان لقائمة المسجلين، ليفتتح أول أهداف المباراة لصالح نادي أم الصال. هذه الصفقة وإلا فلا، نعم الدراجي يسجل أول أهداف المباراة، يفرح اليمنى، يفتح فكر أو فرصة للمواس للدخول إلى العمق، ومع الدراجي يلعب الكرة، الله يا الدراجي من أين لك هذا، في دقيقتين يسجل حضوره في دوري نجوم كيو ام بي، يحرز الهدف الثاني لصالح فريق نادي ام الصلال. نعم نعم، هو أسامة الدراجي وحده، شوف تحركات هنا ماهر يوسف، دائما اللمسات الفنية حاضرة ببشرة موس المواس، شوف المواس الوان تو بشكل جميل مع جده، يمر يلعب عكسية على طبق من ذهب، هو الدراجي حاضر، هو من باب جديد حاضر إلى سكور برزان ليسجل الهدف الثاني، أول لمساته فنانة رائعة جدا لأسامة الدراجي. يعني ساكبو ما يلعب يا جماعة.